بجنازة الراحل الفنان بن عودة عابد بن عودة المدعو عز الدين الشلفي الذي وري الثرى عصر اليوم بمقبرة الشلف. وقد حضر الجنازة جمع غفير من المواطنين من مختلف ولايات الوطن بالإضافة لأصدقاء الفقيد من الأسرة الفنية. وكان الراحل قد توفي أمس الأربعاء بعد تعرضه لجلطة دماغية نقل على إثرها لمستشفى الشلف. توفيق الأمير ضيف الله رصد التالي. دار صوالح والناس قاعد تحبوا تشوف الغاشي جاتو كشغل جاتنا خلعه. انا كنت عايش الهيم كيعيطوا لي ما على باليش كيفاه صرات قال لك فوالا او راح وما تكذب بالك كاع مكاش منها حتى عيطوا لي وقالوا لي باللي اودي صح سما ما امنش ما كنتش جات مفاجاه جات مفاجاه شوف لك خلعتني ما كنتش نقرا على باللي عسى كيما هكا تجي دايره الله يرحمه ويستعينوا بالرحمه ان شاء الله يا ربي. انا نقول للاهل وللزوجه والاهل والاهل شلف وللعائله الفنيه ربي يرحم عز الدين ربي يرحم عز الدين ربي يرحم عز الدين ويزودوا بالرحمه والله يرحم المسلمين كفه. وفي دعانا نقول اللهم ارحم موتنا واشفي مرضانا. اولا عظم الله أجرنا وأجركم وأجر كل الجزائريين وكل المغاربة وكل الأمة العربية. اثنين عز الدين الله يرحمه ويوسع عليه لو العام الأول الشيخ عطا الله والبارح عز الدين الله يرحمه. احنا هذه موت الغفلة لو كان عز الدين الله يرحمه مرض وطلينا عليه وتوفى ما تكونش عندنا صدمة كما اللي سمعناها البارح.